انظر ماذا سيحدث عندما تضع البصل في هذه المنطقة من جسمك. في المقام الأول، يعد البصل غنياً بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، وهو غذاء رائع من شأنه أن يحقق فوائد لجسمك إذا واظبت على استهلاكه يومياً. بين يدي وأنا أتحدث كتاب الغذاء للدواء لمؤلفه الدكتور صبري القباني، ويتحدث في واحد من فصوله عن البصل. يكاد يفوق الحصر ما يستطيع البصل أن يفعله كغذاء ودواء، ففي مختلف بلاد العالم وفي مختلف أدوار التاريخ نرى أن البصل يحتل مكانة تكاد تحسده عليها الأغذية الأخرى. أولاً، زيادة كثافة العظام، وهذا يقيك من هشاشة العظام والتهاب المفاصل. توصلت العديد من الدراسات إلى أن تناول البصل يؤثر بشكل إيجابي على كثافة العظام، فتناول البصل يومياً لمدة شهر يزيد من كثافة العظام بنسبة 5% مقارنة بأولئك الذين لا يحبون تناوله. ونتحدث هنا عن تناول البصل النيء الذي يمكن إضافته ضمن أنظمتنا الغذائية، ويمكن تناوله على سبيل المثال مع طبق من الفول المنزلي الذي يتيح لنا تناول البصل بشكل رائع. ثانياً، خفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب. يقلل البصل الكوليسترول السيء، البروتين الدهني منخفض الكثافة، ومن شأن انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم أن يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي فهو يحافظ على صحة قلبك. ثالثاً، تسهيل عملية الهضم. البصل غني بالألياف التي تسرع عملية الهضم ويزيد إنتاج ما يعرف بالبكتيريا الجيدة في الأمعاء، كما يحد من تلف الخلايا وزيادة مضادات الأكسدة، إذ يحتوي البصل على 25 نوعاً مختلفاً من مضادات الأكسدة المفيدة لأجسامنا. ولا تعمل مضادات الأكسدة على حمايتنا من بعض الأمراض فحسب، بل تمنع أيضاً تلف الخلايا. تحسين حاسة البصر. يحتوي البصل على مادة الكرسيتين التي تحارب إعتام عدسة العين وتحافظ على صحة العين، ولدعم هذا المسار يفضل تناول البصل الأحمر، فهو الأغنى بهذه المادة. سادساً، محاربة الشيخوخة وتعزيز صحة البشرة. يمكن أن يساعدك البصل في الحصول على بشرة متوهجة خالية من العيوب، لأنه غني بالعديد من الفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E، كما يقلل من ظهور حب الشباب. وعندما ننصح بالتخلص من مشاكل البشرة، فإننا ننصح دائماً أن ننطلق من الداخل وبعد ذلك نرمم الخارج، وخير مسارات دعم الداخل وتعزيز المناعة ومحاربة الشيخوخة هو تناول هذا العملاق. البصل الأحمر يحتوي على خصائص ومركبات كيميائية تقتل الخلايا السرطانية. انتبهوا جيداً، فالوقاية دائماً خير من العلاج. البصل الأحمر يحتوي على مستويات مرتفعة من الكرسيتين، وهو مركب كيميائي ينتمي إلى مجموعة المواد المضادة للأكسدة التي ثبت علمياً أنها تعمل على محاربة الخلايا السرطانية. كما أن البصل الأحمر يحتوي أيضاً على مستويات مرتفعة من الأنثوسيانين، وهي مواد عضوية لونية قابلة للذوبان في الماء، لونها أزرق غامق، وتوجد في العديد من الفواكه والخضروات وفي الأزهار، فتعطيها اللون البنفسجي أو الأحمر الغامق والأزرق.
إنه أفضل أنواع البصل الذي يمكن أن نتناوله من أجل صحتنا. انظروا ما الذي أثبتته هذه الدراسة التي تابعها فريق إعداد معرفة وأكثر، وأظهرت أن البصل الأحمر ممتاز في قتل الخلايا السرطانية، كما أنه فعال في قتل خلايا سرطان الثدي. ووجد الباحثون أيضاً أن مكونات البصل الأحمر تعمل على تنشيط المسارات التي تشجع الخلايا السرطانية على الخضوع للموت الطبيعي، كما أن مكونات البصل الأحمر تشكل بيئة غير مواتية للخلايا السرطانية وتعطل الاتصالات بين تلك الخلايا مما يثبط نموها. وقال فريق البحث إن خطواتهم المقبلة هي اختبار قوة البصل الأحمر في مكافحة السرطان على البشر. البعض من أجل الحصول على هذه الفوائد يستسيغ تناول عصير البصل الذي يعتبر طارداً للبلغم وشافياً للالتهابات، وتناول فنجان صغير منه على مدار اليوم أمر رائع للصحة، إلا أن الخبراء نصحوا بإعداد عصير البصل يومياً حتى لا تتكون فيه البكتيريا والجراثيم. ودعونا نقرأ لكم هذه السطور في موسوعة الدكتور صبري القباني، إذ يؤكد أن البصل يحتوي على مواد مؤثرة على القلب والدورة الدموية وأخرى مدرة للبول والصفراء، ومواد ملينة للباطنة ومقوية للأعصاب، وفيه عدد من الهرمونات يغذي القدرة الجنسية ومواد وقدرات أخرى ما زال العلم يكتشف مزيدا منها مع مرور الزمن. ويقول الدكتور: يعتبر البصل من نباتات الفصيلة الزئبقية، وإن احتوائه على خمائر أوكسيداز ودياستاز هو الذي يمنح خاصية الإدرار، كما يجعله مفيدا في حالات تشمع الكبد والاستسقاء وتورم الساقين وانتفاخ البطن وأمراض القلب. والخبر المهم الذي ننقله لكم من بين السطور أن تلك الخمائر تضمحل وتتلاشى بتأثير الحرارة، ولذا يجب تناول البصل نيئاً للاستفادة منها، وإذا كان لابد من طبخه فيجب أن يكون على نار هادئة وخفيفة. أخبرونا عن علاقتكم بالبصل في خانة التعليقات. إلى اللقاء. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.